رانا مع عمي عمار معطوشي الله يبارك الله يطول في عمرك ان شاء الله. امين رب العالمين. راك غلبك رمضان مش غلبك راكيت لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير برك. خلاص الحمد لله خير الحمد لله. واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش تقولهم؟ واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش تقولهم؟ ربي يحفظكم ويسركم ويبعد البلاوات والمصايب عليكم. امين رب العالمين. يا سلام وربي يصلح امورنا ويغفر ذنوبنا. امين رب العالمين. واش تحوسي واش تحوسي واش تحوسي واش تحوسي تحوسي على جي تحب تجي دوك يعطيك باتجي يا سيدي يا بنت شريفي يا سيدي ما تقلقيش روحك برك يا اخي ما تقلقيش روحك. هيا توجور في اجواء رمضان. اليوم رانا في لو 8 جور تاع شهر رمضان. رانا 8 رمضان 1444 ورانا في سوبيرات هذه اللي مقابله بيت شرقي سوبيرات صغيره تاع بيت ليتوال بيت شرقي وكي العاده سوبيرات هادو ديما فيهم حوايج يعني تاع رمضان. او حبيبنا هنا سالي واش راك بخير صافا لاباس بخير صحه لاباس واش قلنا سامي تفرجوا فيك. الحمد لله الحمد لله. ها الحمد لله يعطيك صحه خويا الله يحفظك الله يعطيك صحتك ان شاء الله عاي. وصحه رمضانك كيما راكم تشوفوا. ها الحليب هو محطوط كاين كلشي كيما راكم تشوفوا حتى الزيت وكاين. ها زيت وكاين واش هذا واش هذا واش انا راه يبارك حاجه ما تخص هنا لي فريجيدير كيما راكم تشوفوا لي فريجيدير سبيسيالمون بولي ليموناد سبيسيالمون هنايا بولي فرماجري وانا سبيسيالمون بولي ياورت كلشي مديفيزي بحاجه بحاجه. واش نقول لكم انا نقول لكم صحه رمضانكم واش قلنا انت كي الناس اللي يتفرجوا فيك صحه رمضانكم وصحه فطوركم يعطيك صحه ربي يحفظك. واش بك انت واش بك انت واش بك واش تحوس واش تحوس واش تحوس تحوس على شيبس شيبس ايه عطاتك شيبس ايش عطاتك جدك شيبس يا اخي هاي صحه قولنا صحه فطوركم قول لهم صحه فطوركم قول لهم صحه فطوركم صحه رمضانكم بالصحه ولهنا هاي روح صحة أي السلام عليكم رانا في شارع شراد بالقاسم كارتي القدس كارتي القدس. السلام عليكم واش راكم بخير لاباس بخير صحة لاباس بخير لاباس بخير صحة طاركم صحة رمضانكم يعطيكم الصحة إن شاء الله بالصحة لهنا يعطيكم الصحة سيدي وإن شاء الله ونافع عمي فؤاد إن شاء الله إن شاء الله. أوسع بالكارتي ها كنتوا في الجامع كنتوا في الجامع كنتوا في الجامع الله يبارك خير لا جونيس واش راكم بخير لاباس ماش مع رمضان هذا الحمد لله شمع عندكم ميساج تمدوه ما كاش راك راك ميمور فرغانه وقيله فرغانه خلاص عينا مع الشعب هذا السلام عليكم رانا مع عزوز رانا عزوز وذكرتي وذكرتينا واش راك عزوز صافا لاباس واش مع رمضان والله غرام بيه الحمد لله الله يبارك فيك هذا حانوت بالقاسم الله يذكره بالخير ان شاء الله حانوت صغير ومحينو كبار توجور مع الكوكو كوكو توجور في القرنيه لا بلاصه واه واحد واحد بلاصه واحد ولا نروح نشم الفوق زعما وريحيه تاعك وريحيه تاع اسمع ارواح والريحيه تاع القهوه من من نوع الرفيع يا خالي يا خالي اي نعم كيما راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا شراد بالقاسم كارتينا ليكول دو في جامع بيت شيخ الفوق يا خويا صحة فطوركم وصحة رمضانكم ورانا دوك هنا في الكارتي هذا يا خويا رانا في بلوزة القديمة ماشي بلوزة القديمة هذا ماهوش بلوزة ايه بلوزة بلوزة منا وروح بلوزة انا في القدس القدس تاع لي جون تاع دوك
وكرتي زروك تاع بكري. تاع بكري يا اخي سوا لاباس. والله لاباس صحاب طوركم. وعليكم السلام. واش هذا راك زاد فينا برك راه داخل برك. واش راك لاباس بخير؟ رانا توجو في كارتي قوتس كارتي سارو كيما نقولو. هادي راه بيجي على باتيسيري تاع بن زغلاش. بن زغلاش معروف يا خويا بالخدمة تاعو كيما راكم تشوفوها. بريوش لاباتيسيري كلشي كاين الله يبارك. هذه محلة بن زغلاش كارتي سارو. هاي السلام عليكم مع اخينا وذاك منا. واش راكم بخير؟ رمضان خير ان شاء الله علينا للامه الجزائريه ان شاء الله. يعطيكم الصحه امين. المهم ان شاء الله نعقبوا رمضان ان شاء الله بالصحه ولهنا. هذاك مكان هذاك مكان. يعطيكم الصحه بلا مزيه بلا مزيه. عاش. السلام عليكم. واش راكم بخير؟ لاباس بخير ان شاء الله. واش مع رمضان هذا؟ الحمد لله لاباس. كلمه صغيره رمضان. صحه فطوركم. على مكان هاي وشيخ وش ربي يتقبل منا ان شاء الله. امين رب العالمين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بعدك باش كنت صحتك يعطيك الصحه. واش راك وليدي لاباس؟ خير. انا تولبيت شيخ هنا كما راكم تشوفوا. هذا كارتي الشراد بالقاسم. واش راك وليدي لاباس؟ خير صافا. صحه رمضانك. يقول يسلمك. هيا السلام عليكم. هيا حكينا ترى على اجواء رمضان. قال لي رمضان قال لي سمعت خلاص قلت له رمضان بالتسعينات مصدق راح رمضان. ما نظنش بلي راح رمضان. بالتسعينات صح رمضان. ما نظنش بلي يروح رمضان. حنا اللي نروحوا. لا ندير هو. لا الشام تاع رمضان يبقى هو هو. العباد يتبدلوا العباد العباد يتبدلوا. البنا هذيك راحت البنا تاع بكري صح. راحت البنا. انا بكري كنت نصوم في رمضان في الجي نحكي لكم على الجي برك الجي. في السبعينات ودوكا راني يعني مسجل فيها يعني الناس ما تكذبنيش فيها حتى كاينه منها. كنا في التسعينات في الجي في الحراش في بيلكور وهذاك منا كان يحطوا كراسة والاسترات وهذاك منا ويجيبوا المغنيين. واش من مغنيين؟ يجيبوا لنا الشاعر وقروابي الشعبي يجيبوا لنا لي كرون شاتور يجيبوا لنا يغنيوا. يعني دوك ما كانش دوك دوك هذا ما كانش الشيء هذا ما دوك ما تلقاش الشيء هذا ما تلقاش تلقى السماطه دوك. هاك الفيلا جاو مسكر كيما يا سيدي عملوا الخمس سنين. ها؟ عملوا الخمس سنين. عملوا كل اللي عامل لي روح خير من يجي. هذا قالوها. واش نقول لكم واش تقولوا الناس اللي يتفرجوا فيكم؟ اي. صحة رمضان. صحة رمضان. هذا مكان. اي السلام عليكم. وقعد كيما عرف وقعد نورمال وقعد. اي السلام عليكم. رانا اليوم تورقة تاع العلاوية هذيك هي يا اخي عندك قهوة علاوي. وراهم قاعدين هنا ويستنوا في قهوه. والله قاعدين ما فهمتش انا اللي قاعدين يستنوا في قهوه تتحب. شخصي طراح. هاي السلام عليكم. راه قاعد هنا والله غنتكسل نقول راك تستنى في قهوه يعني تستنى في قهوه تطيب ولا واش راكم؟ واش راكم بخير؟ عقب الوقت عقب الوقت. واش راكم لاباس بخير؟ واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك؟ لاباس الحمد لله. واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ يقولوا خلات عليهم. والله خلات عليهم. والله خلات عليهم. قال لهم يا عمو هذاك بدل. وانت واش تقول لهم؟ انا قال لك خلات عليهم. وانت واش تقول لهم؟ الناس راهم يتفرجوا فيك. صحة فطوركم. صحة. صحة فطوركم. سمعت؟ صحة فطوركم. ربي يتقبل منكم رمضان ان شاء الله. امين رب العالمين. وهذه هي الدنيا. هذه هي الدنيا. السلام عليكم. رانا توجو في اجواء رمضان في كوشاليا وفصل كوشاليا وفصل مارشي كيما العاده. الخبز راه كاين الخبز كاين كلشي. الخبز كاين واش هو مازال ما طابش مازال ما طابش نستناو يطيب. الخبزه ديكور والحطه ديكور والحطه في كارتي شراد بالقاسم. ديكور والحطه في كارتي شراد بالقاسم كارتي بورفيس كارتي بيتواتي هادو هما كلهم كارتي شنوف شنانفا كيما راكم تشوفو من اللور ديكور وحطا دوكو تشوفو قعدو معايا وتشوفو كيما راكم تشوفو
ديكور كروا كيف راهي ديكوري كروا ستيل تاعو وما شاء الله يعني طابله الله يبارك معنا ما نقولوا كوكويه لا بروبرتي حمود بولام حاضر مامي حاضر كوكا كورا حاضره لي جو حاضرين لي جو حاضرين هذا هو اجواء رمضان في راس الواد اجواء رمضان في راس الواد راه ماشي غير الماكله ولا هذاك منها في حتى مشروبات كما راكم تشوفوا هذا هو اجواء رمضان في راس الواد مشروبات وحلويات اهلا بك واش راك حبيبنا وبعد كيما راك واش راك حبيبنا واش راك حباب واش راك واش مع رمضان هذا اما جيناكمش القهوه اليوم لا ما جيتش هانيتي هاي دالها هاي تلعب كداله ان شاء الله واش راك واش مع رمضان واش ما تعطينا كلمه صغيره الناس ما يفوتوا فيك الله يعطينا الخير برك على عسى ربي يعطينا الخير برك هذاك ما كان رغلة وشويه الحمد لله الحمد لله هاني نجي نشرب القهوه ان شاء الله ان شاء الله واش كليتي الصباح فترة سيما سيما واش كليتي الصباح كاطو ولا حليب واش راكي بخير السلام عليكم واش راكم بخير لاباس واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك خويا رمضان مبارك الجميع تقبل الله اللهم منا ومنك ان شاء الله الله يصلح وانا ان شاء الله اي اي لا جونيس تاعنا واش راك صافا وليدي راح يجيبك الشعب تعرف الشعب شعب راس الواد واش راكم صح فطوركم هاي سعد هاي ديري باي 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 كيما راكم توجور في كارتي الشراد بيبنا واش راك خير وعليكم السلام واش قلنا سمي تفرجوا فيك هاي نقول لهم صحة رمضانكم تسووا بصحة لنا إن شاء الله آمين صحة فطوركم صح يعطيك صح عايشك صح واش هو ربك رمضان انت زاد؟ اوا ما يغلبناش انا ولا غاغلبنيش بك سيدي صحة الطرق وصحة رمضان رمضان يعطيك صحة السلام عليكم تحياتي انا ضيف عندكم ان شاء الله في راس الواد الله يبارك من بالهم انا ضيف عندكم وين نفطوا الليله يعطيكم الصحه وبارك الله فيك ربي يجازيكم ان شاء الله يبقى مزيان نستنى في الحجاج ان شاء الله مروحين ان شاء الله وراهم الحجاج وانت جايين راهم جايين مازال واحد او دور كوبي على بالك هذا مركز الإفطار عند دادي كل عام يدير فترة يفطر يجوا يفطروا هنا كل عام كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا لي طابلي سون تري بيان بريباري النظافة الحمد لله ود ماشي غير لي طابلي كاينين هذو مازال كاين بلاصة أخرى مازال كاينة بلاصة أخرى كما راكم تشوفوا ما شاء الله الحمد لله هانيا مازال كاين الناس تجيوها والبنها ولا او البنها والجيوها والزلابيه يعني اي حاجه ما تخصهم هنا اي حاجه ما تخصهم كما تشوفوا لي هذا الحميس طاجين الحلو هذا الروز كما راكم تشوفوا هذه الشربه الحمد لله كاين خير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما العاده انا نكملوها ديما في قهوه اليوم رانا في قهوه كي فوكسون الغاز تاع يسير اروح من طابس هنا قهوه تاع الكرافه يطلع شويه اي هذا ما قدر هذا واش من قهوة؟ لبن كرفة هاي صح القهوة هادي راهي على بالي بنة فيها غير وليدات راس الواد واقيلا فيها غير لي زونسيون تاع راس الواد الناس طيبين الناس الله يبارك
الله يبارك الله يعزك اخويا. حنا دوك نشربوا قهوه، انا بلي راه كاين لي قهوه، هذه القهوه الاولى ومازال ما تكيفش حتى كارو، دوك نشوفوا فيها كارو ولا زوج مع قهوه تاع بنكرفه. الله بارك الله فيك. وخذوا معنا في الفيديو ديما كيما قلت لكم، ديما نقول لكم انا رايكو الفيديو رايكو وديروا جيم وابوني في الفيديو تاعي في اليوتيوب. توجور مع اجواء رمضان في راس الواد مع قناه الفيبان تي في. كون صايمة، إيه كون صايمة، تجي تشرب قهوة هنا دوكا، ها، وراح تشرب قهوة دوكا، قهوة قدامك، با 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 با، قول صحة فطوركم، واش بيك من ذراعك؟ كسرت، الله ربي يشافيك إن شاء الله، قول آمين، إيه صحيح صحيح. هيا السلام عليكم، رانا ولد مع ولد الطاوي صغير ولد فريد اسنا ترى رانا. السلام عليكم، رانا مع ولد الطاوي فريد تلاقيناه. كنت في الجامعة ولا؟ في الجامعة. كنت في الجامعة وصليت؟ واش صليت؟ صليت التراويح. التراويح الله يبارك. واش تقول الناس يتفرجوا فيكم؟ شنو؟ واش تقول لهم؟ الناس يتفرجوا فيك واش تقول لهم؟ صحة رمضانكم، صحة فطوركم. هاي روح خليها هاي صحة رمضانكم. ها؟ الله يسلمكم. الله يبارك. الحرم راك خلطها بالكراك منها فيك صايم ولا كيف تهضر؟ راني صايم. ياك صايم؟ راني صايم، قعدنا فيها 12 ساعة، رانا من الصباح لليل. أيوا أنت صايم؟ وأنا صايم، للفطور. واش فطرت؟ واش فطرت؟ واش فطرت؟ فطرنا شوية طاجين حلو. إيه. كلينا شربة. إيه. فريت أوميات. فريت أوميات. فريت. فريت. حميص. ولا خلاص بقى عميز هذا مكان دوبارات دوبارات وخبز كسرة مطلوع ولا خبز. ولا مطلوع خبز. ولا كسرة خبز خبز هاي صح خبز خبز سكوبي دو سكوبي صغير ومطلوعة ها ومطلوعة ومطلوعة الله يبارك خلاص باي 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 تشاو انا مع دو جون اخويا الله يبارك. واش راكم لي جون؟ لاباس. صمتوا اليوم ولا ما صمتوش؟ صمنا. وين كنتوا دوك؟ في الجامع. كنت في الجامع، صليتوا التراويح؟ الله يبارك. وما عييتوا وما والو؟ غا مليحة. واش تقولوا الناس اللي تفرجوا فيكم؟ واش تقولوا لهم؟ بصحة. رمضان كريم. ها؟ كل عام وانتم بخير. صوموا بالصحة ولهنا. عاش. ها يا صحة سيدي، يا سلام عليكم. السلام عليكم. رانا عند صاحب الزجاج الله يبارك الزجاج لا ميزون دو لا فيتريري هي هكذاك واش راكم صح واش مع رمضان هذا واش رمضانكم؟ رمضان هاي رمضان هاي كيما رمضان اللي فات كيما رمضان هذا كيما رمضان الجاي كيف كيف العباد برك اللي يتبدلوا رمضان يبقى رمضان الحمد لله حنا اللي نروحوا واش راكم واش تقول الناس يتفرجوا فيكم؟ واش نقول لك؟ ما بلغنا رمضان العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وصليتوا تراويح؟ تراويح ما نكتبوش والله ما صلينا انا صليت وجيت الله يبارك صليت العشاء ولكن ما صليتش ما قدرتش ما قدرتش قول ما قدرتش خلاص نورمال ما فيها والو وربي راه يعلم ربي راه يعلم واش كاين كل واحد وكيفاه فهمت والخدمه في النهار تخدم في النهار ما تعياش قداش تحل الصباح انا اعطينا شويه هذه اجواء رمضان مانيش انا ما نوضش انا حتى بعد الظهر نوض نصلي الظهر انا 9 تاع الصباح وانا نوض وانا نهتك نهتك الخمسة 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 تريح شوية ولا ما تريحش في الخمسة المغرب؟ ما تريحش ما تريحش غالي لقيتها من 12 ورا اي والله نزيد نصحى نزيد نغرب زيد تحكاو زيد تحكاو
تكيف ولا ما تكيفش؟ سي بور سا دخان هو اللي يلعب الدور هذا. واش نقول لكم؟ حنا نقول لكم صحة فطوركم وصحة سحوركم. دوك صحة فطوركم خلاص وصحة سحوركم، ومازلنا ندورو ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ربنا العمل جاي ان شاء الله. رانا اليوم لو 8يام، 8يام جور تاع رمضان، 8 رمضان. هاي دير ورقة نحسبوها. اها شوف دير ورقة يا خي. سير وفاك سير وفاك سني. انا تم قلت له دير ورقة. كوشي نهار تاع الاربعاء جا فاس، نهار تاع الخميس ديجا صاي. صاي هكا كوشيتو خلاص. ودير روغا 29. دير 29 تما راك تعاوز تعيد نهار قبل الوقت. الجمعة العيد ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة خويا على القصرة هذه. ربي يعيشك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عايش الله. ايا توجو في اجواء رمضان في راس الواد. اليوم رانا عند بشام. صحة رمضانكم. واش راكم بخير؟ لاباس بخير؟ واش مع الخدمة في رمضان؟ واش؟ الحمد لله. الحمد لله. ما تنسوش رانا خلاص قبلنا صلاة التراويح كل شيء كل شيء فات. واش راكم أنتم؟ لاباس بخير؟ صافا ما يخصكم والو؟ الحمد لله. الخدمة كيفاك تبدا الصباح يعني؟ أعطينا شوية. بالسبعة ونص حتى بالستة تاع العشرة. ما تعياش يعني مع رمضان؟ نتناوبوا. الحمد لله مع الخوا ولا كل نتناوبوا. أي والله كذا راكم هكذا كنتناوبوا أنت خدمة هكذا كذا راكم. في ثلاثة الله يبارك فيها تتبدلوا شوية. لازم. رياح واحد منا والله غادك الله ما شاء الله. كنا عند لافامي بشان معروفين معروفين بشان كانوا بكري في المارشي تاع الصيف. ايوا المارشي كوفيت يا اخي نعرفكم بيه ونعرف الشيخ تري تري بيان برومي في النظارات البيئيه. اه لبالي عندي برومي تاع النظارات البيئيه كيما راكم تشوفوا البحال الله يبارك مستيكي. ولا اجواء رمضان مانيش نديرو في بيبليسيتي ولا نديرو في اجواء رمضان برك نسقسيو الناس كيف راهم يعقبوا في رمضان تاعهم كيف يعقبوا النهار. ما يغلبكمش رمضان ساعه ساعه الحمد لله ساعه ساعه ما كان والو الحمد لله. تديوها شويه رقاد شويه منها شويه ول كتعودوا تشريوا هذاك منها راكم فيها في الدار مع بعضكم. انا عايشين مع بعضكم الحمد لله. وكي تعود تشري واش كتفهموا على الخبز كي تشري ولا تفهموا على الزلابيه شكون يشري الزلابيه شكون فهموني في هذه برك كتعودوا بك السود كتعود عائله كبيره ناس هي تشري برك هذا يسخف على الخبز وهذاك من بعد تلقى الخبز يطيش تلقى في لابوبول تلقى لا صح لا لابليبور تاع خبز الوالده. هاي والله مليح هاي بريوش برك للصحون. البريوش هذيك لازم بريوش ما كانش يعني تبذير ما كانش حاجه لا الحمد لله هذا هو صح. والكازوز كيف راكم دايرين؟ كل واحد عنده قوتي وقوتي تاع الكازوز اه كل واحد يقول تاعو كل واحد يجيب قلعته يعطيكم الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيما راك برك كيما راك. أي واش نقول لكم؟ اليوم خدمنا اليوم كارتي القدس وكارتي القدس ما ننساوش بلي كاينة قهوة وقهوة غواس معروفة في كارتي القدس. كارتي القهوة هذه معروفة ثاني بالونسيانتي تاعها جاي قدام البلدية. قول معنا حبيبنا كش ما يعطينا كلمة صغيرة برك كلمة صغيرة. مرحبا بكم هنا في طاولة غواس. صحة صحة يعطيك صحة خويا. أهلا بك عندنا حبيبنا هنا هنا هذا محمد هذا محمد تاعنا هذا راه حبيبنا تاع بكري. واش راك محمد؟ لاباس واش تقول لهم يتفرجوا فيك؟ يعطيك الصحة خويا. واش راك محمد؟ لاباس بخير؟